أصحاب السكري يجب أن يحذروا الأشياء التي تسبب الكوليسترول والتريغليسرايد والسمنة وارتفاع الضغط. هذه أخطر من السكري في حد ذاتها، لأن إذا اجتمعت مع السكري فمن المستحيل السكري يكون مضبوط. من المستحيل شخص يكون عنده ارتفاع الضغط غير مضبوط 19 و 20 و 21 ويأخذ دواء. طبعا غادي يأخذ دواء، احنا ما نتكلموش على الدواء، ولكن حتى بالدواء من المستحيل يضبط السكري ديالو في قليل من الحالات إلا يغلب عليها بالحركة. لكن كيتحرك مزيان ربما السكر يطيح ل 1.8 ولا 1.6. اما يكون عنده ارتفاع الضغط خاصو يحضن ارتفاع الضغط. اذا كان عنده السكر زائد ارتفاع الضغط وكان تيكثر من الدسم المشبع اللحوم، وما اقول لحوم كل اللحوم باش الاخوه الاطباء ما يتهوروش، كل اللحوم الدجاج والبيبي والغلمي والبقري والمعزي كل اللحوم الا السمك. ولكن السمك ليس هناك ماشي كامل، السمك اللي عضو العظم، السمك اللي عضو العظم ماشي الكالامار والرايا والمسائل والكروفات. نعم، السمك اللي عضو العظم اللي عنده سلسول ديال العظم. جميع انواع الاسماك من الشطون يعني حتى الاسماك الكبرى ليس هناك مشكل. فهاد اصحاب السكري النظام الغذائي ديالهم هم مجبرين على النخاله، لازم ياكلوا النشويات الخبز الكامل. نعم، الشعير احسن من القمح. نعم، إذا كان قمح ممنوع الفرص على أصحاب السكري، دقيق أبيض ممنوع منعا كليا. نحن ننصح نصيحة قاطعة لكي الناس ما يبقاوش متهورين، ما يبقاوش نقولوا لي شباس ما كاين، حاجة ما كاينش شباس ما كاين. يأكل القمح الكامل بالنخالة، وإلا قدر يشري النخالة ويزيد 5% في الدقيق يكون أحسن. يعني كنسموه تدعيم هذاك الدقيق. إذا كان الناس عندهم سكري في الأعمار ديال 30 10% ديال الفول جيد، يضيفوا ليه 10% ديال الفول. علاش؟ باش الأزوت يطلع، باش البروتينات يطلعوا، وغادي يولي عندهم هذاك الخبز كيعطيهم طاقة. والنشويات علاش كنوصي بالنخالة؟ لأن النخالة هي اللي فيها الأملاح المعدنية، والنشويات تحتوي على معدن الكروم، ومعدن الكروم محفز، معدن الكروم ضروري لأصحاب السكري. هو كاين في النشويات، كاين في الشعير، إلا كانوا الشعير يكون أحسن. إلا ما بغاوش يأكلوا الشعير يخلطوا الشعير مع القمح بالنخالة 50% 50% ويعجنوا العجين يكون فيه شعير وقمح. وإلا ما بغاوش يكون قمح كامل ويدعموا القمح، الناس اللي قلت كيخدموا كيديروا واحد المجهود عضلي يدعموه بالفول. إلا ما لقاوش الفول يدعموه بالحمص، إلا ما لقاوش الحمص يدعموه باللوبيا. يعني القطاني كلها فيها تريبتوفان، كلها فيها بروتينات مرتفعة، هي جيدة فيها حتى فيتامينات مثل حمض الفوليك، فيه النياسين هذه القطاني. النشويات، النشويات فيها مكون الكروم، وفيها الألياف الخشبية هذو، وفيها مكون الباء 6، والباء 6 هو اللي كيحفز كذلك استقلاب السكريات، يعني كيستخرج الطاقة من السكريات. يعني هذا، يعني هذه خصهم يفهموها. أصحاب السكري ياخذوا بروتينات، علاش؟ لأن البروتينات ديال القطاني، علاش؟ هذا البقول، فول، حمص، اللوبيا، يتخيروا جلبانة يابسة. لماذا؟ لأن هذه تنوب عن اللحوم فيما يخص البروتينات، باش ما يكونش عندهم نقص البروتين. علي نقص البروتين ما عمره يكون. الآن احنا ماشي في عصر نقص البروتين، احنا في زيادة البروتين، هذا هو المشكل، الناس كياكلوا كثير. ثم ثانيا جميع الخضر المرة اللي يعني عندها مذاق مر، مثل الزيتون، يعني مثل الخرشوف، ومثل هذا الأشياء الخشاش اللي عندها مذاق مر، حتى اللفت. يعني كنت تكلمت على، يعني كنا تكلمنا في حلقات سابقة على اللفت الصفار، اللفت المحفورة، واللفت البياغ، هذه كلها جيدة. القرعة هذيك الحرشة، القرعة الخضراء الحرشة، اللي الخضر اللي ممنوع عليهم ما كاينش كتير، ممنوع عليهم الجزر، الخيزو، الجعدة كيقول في الشمال الجعدة، وكيكون حتى الزرودية في وجدة، وكاين ممنوع عليهم الباربة كذلك. الباربة كذلك فيها سكر، هذه من الأحسن، الباربة والجزر ما ياخذوهاش. الخضر الأخرى كلها جيدة، ليس هناك أي مشكل. الأطباء ما كيزربوش شوية، ما كيمشيوش، ما كيتسرعوش في وصف الأنسولين للمرضى، جزاهم الله خيرا. أو الأقراص. نعم، هذه شيء مهم جدا، طبيب ما كيتسرعش. وكاين أصدقاء ديالي نيت في المستشفى الجامعي السويسي، ما كيتسرعوش في العلاج حتى الأمراض الأخرى. حتى بعض الأمراض الأخرى الطبيب ما كيتسرعش باش يوصف الدواء، يخلي حتى هذاك المرض شويه يشد مزيان عاد يعطي الدواء. علاش؟ باش يعطي المفعول ديالو، خصوصا مثلا ربما كيكون وقيله غير عرضي، لا التهاب اللوزتين عند الطفل. نعم،
كيطيح الحراره ماشي الحراره طلع لي انا ما يديرش كونفيكسيون ولكن كينتظر الطبيب واحد شويه حتى داك التعفن يكون مزيان علاش لان لو صف الدواء يعني مباشره غادي يكون واحد تكون واحد هذيك الجراثيم غتولي تقاوم غتولي مقاومه من طرف الجراثيم ما غاديش يقضي لها داك الدواء غادي يولي الطفل كل مره تيصيبه الحلاقه يعني خاص يكون يعني علاج جذري ما يخليش هذا الاثر فطبعا هنا الاطباء ما كيتسرعوش علاش لان كاين كيكون حاله شك يعني بعض المرات يكون السكر يطلع يقدر يطلع حتى حنا ملي كناكلو يعني من بعد الوجبه راه كيطلع السكر ماشي ولكن كيطلع بواحد الحده شنو هي الحاله العاديه هو بعد الاكل كيطلع ولكن كيعاود يتضبط هنا ضبط السكر في الدم تيعاود يرجع لواحد ولا 0.93 ولا شيء فهنا الطبيب كينتظر كيعطي ريجيم كيعطي حميه بحال هذه السيده هذه يعني ماشي الطبيبه ديالها يعني صرفت بذكاء جيد جيد هذا هما لا 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 هما كل الاطباء ما كيعطيوش الانسولين المباشر لا ما كيعطيش الاقراص يتاكدوا من تحليلات الدم من التحليله ديال البول ويتاكدوا من الشخص ويعطيوه حيمياء ويشوفوا الامور كي دايره عاد الا بل شافوا السكر غادي طالع طبعا خصو يعطي الانسولين والا الشخص غادي الاعضاء ديالو تمشي غادي يولي عنده اشياء اخرى ولكن دكتور الانسولين كتعطى في بعض الاشخاص ماشي كامل كيعطيو الانسولين كيعطيو اقراص ماشي على حسب العمر وعلى حسب بحال دابا الاطفال ما كيعطيوهمش الاطباء خلاص علاش لان نعم خصو ياخذ الانسولين وكاين الناس الكبار اللي كياخذوا الانسولين نعم الناس الكبار كياخذوا الانسولين علاش لان الطبيب اللي كيشوف المشكل ديالو يعني خصوص في الدم اللي كيشوف قضيه فايته سبعه وهذاك الشيء الطبيب لا يمكن ما يعطيش الانسولين طبعا لان امانه علميه الطبيب خصو يوصف الدواء وكاين اطفال ملي كياخذوا الانسولين وماشي المشكل الانسولين ماشي مشكل ممكن الاطفال يعيشوا بالانسولين حتى العمر ديال 16 و18 بالعكس هو الطبيب علاش كيعطي الانسولين للطفل باش السكر فيما بعد ممكن يتضبط لان لو بقى السكر تما يطلع ويهبط غادي يولي مشكل لان غادي يخرب الاعضاء من الاحسن الطفل ياخذ الانسولين حتى لواحد العمر من بعد الا كان كيتحرك ولا عنده نظام غذائي والحاله الجسميه والمناعه ديالو جيده من بعد راه كاينين حالات للاطباء زولوا لهم الانسولين وخلاهم على الاقراص كيعيشوا بسلام ولذلك كنقول بان النظام الغذائي هو العمود الفقري بالنسبه لاصحاب السكري ومهم جدا 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 نزيد نكمل الاشياء اللي كتساعد اصحاب السكري احنا لخصنا لهم نظام نباتي مع السمك يحيدوا الدسم لماذا لان الدسم فيه هذا الاوميغا 6 حمض الاوميغا 6 وفيه حمض ستيريك هذه الاحماض هي خطيره جدا لهذا وطبعا الدسم فيه كوليسترول ملي كيكون كميه الكوليسترول الغذائيه كتكون كبيره جدا فهنا كيولي تاكسد الكوليسترول الحميد الى الكوليسترول الخبيث ملي كيدوز يعني من ال HDL LDL حنا ما بغيناش ال LDL بغينا ال HDL فهنا كيولي المشكل اللي تكلمت عليه هو يعني التاكسد ديال الهوموسيستين كيعبس ما كيبقاش ولذلك كيوقع مشكل ديال الاثيروسكلوز كيولي امراض الشرايين والقلب والشرايين فالاشياء اللي كتحفز هذه الاشياء هذه فحمض الاوميغا 3 هذا اجباري لاصحاب السكري